مراسلة الغد كلودي أبي حنة. كلودي، كما فهمنا فإن نجيب ميقاتي يتمسك بعدم انعقاد مجلس الوزراء ليس بسبب النصاب العددي، بل هو يعني المسألة أبعد من ذلك، وكأن ذلك يذكرنا بحكومة السنيورة في العام 2007. كلودي، هو يعني يشير إلى استمرار الأزمة الحكومية في لبنان، وليس فقط حكومة السنيورة التي كانت هي تجتمع من دون الوزراء الذين ينتمون إلى الطائفة الشيعية أو الذين يمثلون حزب الله وحركة أمل في تلك الحكومة. ربما هو لا يريد تكرار هذه التجربة، ولكن أيضا هو يعقب على كلام رئيس الجمهورية ميشيل عون الذي قال إنه يسعى ويريد دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع من أجل إقرار الأمور الضرورية التي يجب إقرارها. وأشير هنا بين مزدوجين إلى أن المعلومات تتقاطع حول رفض رئيس الجمهورية التوقيع على أي مرسوم استثنائي في طيلة الفترة الماضية، ومنذ تجميد عمل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كان يتم تسيير الأمور الأساسية أو الطارئة أو المتعلقة بإعطاء بعض الأموال أو الدفعات النقدية للموظفين الحكوميين، كانت تتم بمراسيم استثنائية يوقع عليها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية. أما اليوم فإن رئيس الجمهورية توقف عن التوقيع على هذه المراسيم، وهو يريد أن ينعقد مجلس الوزراء. اليوم الرئيس نجيب ميقاتي يعود لتأكيده السابق أنه يفضل أن يتم حل الشؤون السياسية الخلافية قبل الدعوة إلى مجلس الوزراء، لأن الأمر سيزداد تعقيدا إذا ما انعقدت الحكومة من دون وزراء الثنائي حركة أمل وحزب الله. وأذكر بأن الثنائي كان قد اعترض على المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار وطلب تنحيته قبل العودة إلى اجتماعات الحكومة. لكن ما الذي يقال في التوقيت؟ يعني هناك أكثر من 100 بند يفترض أنه ينظر فيه من قبل مجلس الوزراء كلودي، وبالتالي هل المسألة تستمر إلى ما لا نهاية؟ تعليق عمل مجلس الوزراء يستمر إلى ما لا نهاية؟ ما الذي يقال في الأروقة عن هذا الموضوع، التوقيت أقصد؟ يعني الرئيس نجيب ميقاتي يسعى، وهو يسعى بصمت، وهذا هو أسلوبه عندما يريد الخروج من أزمة معينة، أن يكثف من الاتصالات، أن يسعى لتدوير الزوايا كي يصار إلى حل المشكلة. ولكن الآن هذه المشكلة التي بدأت بقضية المحقق العدلي هي لم تعد محصورة فقط بهذا الشأن، فالمسافة تتباعد أكثر فأكثر بين الرئيس نجيب ميقاتي وبين حزب الله. أذكر اليوم وكما قلتم بأن الرئيس ميقاتي تمسك بالخيار العربي للبنان، وكان قد طلب أيضا من وزير الداخلية اتخاذ إجراءات لترحيل من تسببوا بأزمة بين لبنان والبحرين في المؤتمر الصحفي الذي عقدته جمعية بحرينية معارضة وانتقدت فيه النظام في البحرين. طلب الرئيس ميقاتي ترحيل كل الشخصيات غير اللبنانيين من لبنان. هذا الأمر أيضا أدى إلى خلاف عميق ربما لم يظهر بعد إلى العلن بين الرئيس نجيب ميقاتي وبين حزب الله. من ضمن هذا الأمر، هل سيتمكن فعلا الرئيس ميقاتي من تدوير الزوايا؟ هو يسعى إلى ذلك من خلال حل قضية المحقق طارق البيطار، أي بحيث تحصر كل المحاكمات المتعلقة بالمسؤولين السياسيين، أي رؤساء الحكومات والوزراء الحاليين والسابقين والنواب، بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وأن يتابع المحقق العدلي التحقيق في قضايا أخرى. وهذا الأمر أشار إليه بالأمس الرئيس نبيه بري. ولكن هل سيكفي هذا الأمر إذا حصل؟ لأن القضية هي عند مجلس القضاء الأعلى الذي يبدو أنه متمسك بأن تبقى التحقيقات لدى القاضي طارق البيطار. المسألة هنا معقدة بما يتعلق بتبشير المرفأ، بما يتعلق بالخيار العربي للبنان الذي يتحفظ عليه أيضا حزب الله، و كل هذه الأمور تزيد الأمور تعقيدا وتبقي الحكومة مشلولة. وليس الأمر يتعلق فقط بالبنود المئة العالقة، إنما أيضا بالارتفاع المخيف والمقلق لسعر صرف الدولار الذي يتجاوز 28 ألف ليرة لبنانية، وليس من أدنى حل حتى الآن في لبنان لأي مسألة من كل هذه المسائل.